في كلمة بمعنى خدعة، بس مش الخدعة العادية، لا، خدعة السوشيال ميديا والأخبار الكاذبة على السوشيال ميديا. يا ترى الكلمة دي اسمها ايه وبننطقها ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الطلاب ومتابعي مستر نجار على اليوتيوب. حبايبي النهاردة معدنا مع كلمة جميلة جدا وناس كتيرة جدا تعرفها وبتكتبها وبتستخدمها. الكلمة دي بمعنى خدعة على مواقع السوشيال ميديا أو خبر كاذب على مواقع السوشيال ميديا. يا ترى الكلمة دي اسمها إيه؟ يلا نبدأ مع بعض. أول حاجة بالبريتش أكسنت، نسمع مع بعض. يلا نسمع. هوكس، هوكس. أما بالأمريكان أكسنت بنقول عليها هوكس، هوكس. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.